نروح نشوف أهم أخبار الأهلي في المواقع. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: الأهلي يصطحب 19 لاعبا في رحلة إثيوبيا. سوبر كورة: بعثة الأهلي تطير إلى إثيوبيا لمواجهة جيما اليوم. الفجر: جيرالدو يشارك في تدريبات الأهلي، محمد نجيب يواصل التأهيل. البوابة نيوز: سامي قمصان يقود مران مستبعدي الأهلي. وليد سليمان يواصل الغياب عن مران الأهلي، ده من وان ثري. اليوم السابع: سيد عبد الحفيظ: حمدي فتحي يقترب من الأهلي ولم نفاوض بن عمر. فيتو: الأهلي يكشف موعد جاهزية صلاح محسن. الوفد: عامر حسين مباراة الأهلي والزمالك في الدوري فبراير المقبل. الشروق: القيعي صفقة الشحات، الرغبة معروفة ولا توجد مفاوضات.